Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifa halukum atamanna lakum bisihati wa afiyati insyaallah. Hari ini kita akan sambung mada al-Quran surah al-Mutaffifin ayat yang ke-13 dan 14. Semua pelajar dikehendaki mendengar dan perhatikan cara bacaan yang betul. Kemudian, ulan ayat tersebut satu persatu. A'udzu <tik> billahi minasy syaithanir rajim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا 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 تتلى تتلى تُتْلَى تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا 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 آيَاتُنَا, آياتنا. آياتنا 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 قال 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 أساطير 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 اساطير 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 الاولين أساطير الأولين. أساطير الأولين. أساطير الأولين. أساطير الأولين. أساطير الأولين. اساطير الاولين اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا كلا كَلَّا. كَلَّا. بَلْ هُرَانَا. 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 هران هران على 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 قلوبهم ما قلوبهم ما. قلوبهم ما قلوبهم ما قلوبهم ما قلوبهم ما قلوبهم قلوبهم ما قُلُوبِهِمْ مَا قُلُوبِهِمْ مَا قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا كَانُوا كانوا, كانوا 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 يكسبون 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 يكسبون